اول شيء حنخلط قمر الدين. طيب انا عندي هنا سمنه أوكي. حطيتها. اول شيء راح نعمله راح نقلي المكسرات في السمن. الله. وبعدين راح نشيلها نحط البهارات حنحمسها شويه. خلاص اوريدي السمنه حاميه. خلاص حاميه مره. الحين حنطفي السمن بقمر الدين. هذا أمر الدين اللي خلطناه وعلى طول. الله الريحة كمان مثل ما قلت هي السكر دائما بيحفظ هو أمر الدين. أيوة. أصلا فيه سكر صح. فحنضيف كمية بسيطة. حنضيف رشة ملح. ضيف الليمون. فزي ما قلنا هنا عندنا مكسرات نضيفها ممكن. وحنتركها لحتى أيوة تشتغلي. خلاص أوكي. فإحنا حنعملها على الطريقة التقليدية. حنضيف المكسرات أيوة وحنخليها وخلاص. هلا بتصير تقريبا جاهزة. لمدة قد ايه متركة عم تغلي؟ خمس دقائق بس. حلوة.